أنا روح. أنا مش عامل. بقولك روح. ولك حل عني. بقولك اطلع مني. زهقتك. ما بدي اشوفك. ولك اطلع. روح. يلا يا هلا بيك بالعنبر اللي جوا اللي هو مراي من السجن اللي برا. تعالوا دوق طعم الحياة المرة. ما حد شوف النور عنا مسود بالمرة. من ورا مجتمع فاسد كمان ضميره فاقد اللي لبعضه حاسد وعلى الخير سادد. مال الفقير سارق والمسكين ساكت بالغصب الكبير صادق. بدهاش لك تعجل افتح مدرسة بسكر سجن. الإنسان عندكم أرخص من الفجل. عفكرة المسجون زي المش مسجون. زي ما في حرامي برا في حرامي هون. في الشهم في النتل في المظلوم في الظالم في القاتل في المجنون في العاقل في الخاين في المدعوم. اسمع هيو عام بارجيم هون. ما حدا بنولد من بطن أم عاطل يخلف على المجتمع اللي خلى الحال مايل. أنا المسجون زمان زي الطير طاير بحرية وهسه بالعمر مكسور الخاطر. ما حدا بنولد من بطن أم عاطل يخلف على المجتمع اللي خلى الحال مايل. أنا المسجون زمان زي الطير طاير بحرية وهسه بالعمر مكسور الخاطر. في الحلقات السابقة سرق الولد محفظة متلتلة مصاري وذهب وهوية. خلاص بيعوه. استناني ما راح أطول. مفروض أولادي أكون أنا المثل الأعلى إلهم. داود النزيل اللي كان عندكم أطاكم عمره. أنا ما حبيت أشوفك ولا مرة ثانية. هذا مش منتزه طالع داخل عليه. يا رب ليش عم بيصير معنا هيك؟ ليش عم بيصير معنا هيك؟ أمي يا آدم أمي. وكر الله يا علي. إن شاء الله ما في إشي. إن شاء الله خير. شو مالك؟ مش عارف شو فيه لأني. خلص اقعد فيش إشي. إن شاء الله خير. جيبوا له مي يا شباب. جيبوا له إشي شو. آدم بكفي. أنا حاس فيك وفاهم شعورك بس شو فيه بإيدك؟ إن شاء الله برجع. غيبته طالت يا عمو بنضال.
طلع زيارة. يعني لو أمه توفت لا سمح الله كان خلص العزاء صار راجع. أكيد صاير له شيء. أنا ما عندي حكي. وأنت ما في أمامك خيار غير إنك تستنى. هينا بنستنى. عمرنا عم بيتوخر بهالسجن بين القهر والانتظار. تعرف يا سميح مشتاق اشوفك تقرا زي زمان. وانا مشتاق لجمال. القراءه والثقافه كماليات وترف قدام اللي عم بيصير في الواقع. الله يكون بعونك وصبرك. بس بكره بس تطلع وتشوف اخوك وتشوف الناس اللي بحبوك اكيد راح تهون. اشي واحد ممكن يهونها. هاي مش كتابتك يا سميح. اللي عم تكتبه ما بزبط مع شخصيتك. انت انسان مثقف. انا انسان تافه وضحل. ضيعت حبيبتي من وراء الرومانسية المفرغة. وضيعت اخوي تمسكي بعادات وقيم ما عادت موجودة. لا يا سميح حسبتك مزبوطة. الواقع هو اللي فيه خلل وفشل. استناني يا جمال. يا منديلا صاحي مطخوخ على هالصبح ولا ليكون وقعتي من الطابق السابع؟ ما حكينا لك خلينا نبخر لك ونساوي لك المطلوب. بلكي خلصناك من هالكوابيس الطرمة هاي. بخر حالك يا عمران بلاش تنخبط على راسك مرة ثانية. شو قصدك؟ هذا إذا مش انت اللي مسويها. انا اللي سويتها وانا؟ انت ما بتستحي على حالك. بتستحي على حالك يا رجال يا منافق. يا مش على حالك يا زلمة استحي على حالك. واحد قليل انا ما بستحي. بس يا زلمة بس يا فتاح يا عليم يا رزا يا كريم. شو هالطواش اللي على الصبح؟ ما تهدوا. عيب يا شباب عيب عليكم. انتوا عايشين بنفس الهم ما بيصير تضلوا دقين في بعض. شو هذا شو هذا؟ هدي وقل لي الاسياد هيك وقعد هيك. سويش بلال سويش بلال بالله عليك احكي لعكيف افندي انك تعبان اتحجز له اي اشي. بدي اروح انا على الكنتين بدالك. بالله عليك بدي اغير جو. شو الكنتين منتنزه؟ شو تغير جو يقطعك؟ هناك في جو تغيره. بدي اغير جو بدي اشوف وجوه جديده غير الوجوه اللي بشوفها هون بالعنبر. يا سويش بلال يا سويش بلال يا سويش خلاص 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 بعد الفطور بحكي له يقطع. يعني إذا بحبك بيجي بزورني. شو يعني ما يجي زورني؟ تمزح أكيد بتمزح. بدك إياه يخطبني منك هون؟ وشو رأيك يبعت الجاه على مدير السجن هيك يعني مثلا بالمرة؟ على حساب كان مستقتل عليكي. شو صار معك؟ ما تشغل بالك بالموضوع. خلص ما عاد بدي إياه. ما ارتحت له. طبعاً مبسوطة. راتب ما بيحلموا فيه خمسة مع بعض. حوافز وسفرات وباكيت ماني. وعطوني كمان سلفة لتحسين المظهر. سلفة تحسين مظهر. طيب حبيبتي الله يبارك لك. ديري بالك. الحوافز كتيرة بتخوف. والله أنا خايف. على
أي المدير شايفني ومش شايف غيري. هو قال لك هيك؟ لا يعني قصدي إنه يعني كشغل ما حدا دخل مخه غيري. والله عيب الحكي. بعدين شو ما في حد يساعد؟ قوم يا فراس تحرك، قوم يا هشام، انت يا لافي العنبر زي الاستبل. يلا هي نصار، انا دوري وعملته امبارح، وبعدين شوف لك شوفه ثانيه. انا اليوم مبسوط وبدي اسجل، حل عني. سجل يا اخوي سجل. مفكر حالك امينيم؟ وليش مين امينيم؟ امينيم واللي احسن من امينيم راح يجوا يوم يحطوا لي واطي. زي ما بدك يا عالي. حبيبي حبيبي انت. انا جاي اطمن عليك وبس. ابو كريم بدناش نرجع لورا، ما بدنا نتعاتب. انا ما بدي رقبتك، انا بدي قلبك وبدي عقلك وبدي روحك يضلوا معي لاني معك، وان شاء الله ربنا بيكون معنا. اللي زيك مش كتار يا كريم، انت امرأة بمعنى الكلمة، اخت رجال. متى راح تدبر لنا؟ انت كيف بتدبر؟ انا نفسي اعرف. مش ضروري تعرف، وبنصحك ما تحاول تعرف كثير. الهجر كويل أربع فدان امتى المهدان. نعم يا حبيبي، مش شايفني طربان وبغني لأم كرثوم؟ شو بدك؟ نعم خير. بعدين أنا أول مرة بشوفك، مين حضرتك؟ أحمر أسود سكني. حلو، عندك ألوان تانية يا حبيبي؟ أحمر أسود سكني. مش فاهم يا ابن الحلال. أحمر أسود سكني. بس عرفتك. هلا في حدا لحقك؟ متأكد؟ متأكد. هات الطلبية وقل لي بسرعة شو عندك. هم اثنين. ها؟ بس كيف توصلهم؟ مش عارف. كأنه أنا حاسس إنه رح يصير عندي فكرة. يزن وطه، بس أنا شفتهم بعيني بيحكوا إنه ما ضل معهم. اسمع، هدول لازم نمسكهم متلبسين، راقبهم أو يفلتوا منك، فاهم؟ ماشي، بس كيف بدك تمسكهم متلبسين وهم أصلاً ما معهم إشي؟ غشيم غشيم، بكرة رح يصير عندهم إشي. بس أنت المهم راقبهم، راقبهم كويس بعيونك هدول. عيني شغالة مية مية، تخافش. الخطة فهمت إشي؟ هذا هو المطلوب. سامحيني يمه، كل يوم بشوفها
كل يوم بتطلب مني أروح لعندها. سامحتك يما، أنا ما رح أتحمل أنا حاجة منها ومنك كمان. أنا راضية عنك وبعرف لو بعقلك ما بتسويها، عارفة. القرار راح يتميز. أنا بعرف إنه أنت ما كنت بوضع طبيعي. زلوا عراسي وجننوني. أختك بطلت أعرف أنها من الليل يما. لعنة الله عليهم، طلعت أختي أشرف منهم كلهم وأشرف مني أنا. حبها وحبته، وكان بده يتقدم لها وما لمس شعره منها. حرمتهم من بعض. أنا مجرم وبستاهل أموت. صار خايف يما، خايف يما. ما تخاف، ما رح تموت. خلص رمضان بكفي. الحكم راح يتخفف. أنا متأكد. ما رح تموت. رفضوها يا فراس، بس مش مشكلة حبيبي، أنا ما رح أيأس، رح أحاول مرة تانية. ما ضلت غلبي حالك، ضلك تبهدلي بالزيارات. أنا بهدلتك، سامحيني. أنا ما رح أرد عليك، رح أعمل اللي بلاقيه مناسب، وإن شاء الله أن نطلع من هالمصيبة اللي إحنا فيها. خالي، ياريت تسامحني. احكي له أنه أنا ما إلي دخل، احكي له أنه ما كنت بدي ياخد. يا حبيبي، على فكرة في لك أغراض بالأمانات، وبالنسبة لجامعتك أنا رحت زرتها ورتبت كل الأمور معاهم. أمي، أنا ما بستاهل مثلك. خلاص بكفي، عاد بالحكي فاضي، بكفي. سلام. طيب ليش بيهددك؟ شو إله عندك؟ ما بعرف. طيب احكي لإدارة السجن. لا ما تاكلي هم، خلص أنا بدبر أموري. آدم، متأكد إنك هيك طبيعي؟ رانيا ما تقلقي، خلص مش محرزة، وأنا مش صابر لما يجي اليوم اللي أنا وياك نكون فيه مع بعض. هذا إذا رح يجي اليوم؟ أكيد رح يجي، إن شاء الله رح يجي، إن شاء الله بيجي. يعني شبابو عمر. اي عمر. يا عمر. عمر يا عمر. ايش مالك؟ شو سويت في عمر؟ نيالك يا ابو كريم، كل شيء بتفكر فيه بتلاقي ام كريم جايبت لك اياه. ما في زيها، اللي مثلها بنعدوا على اصابع اليد. شو قصدك ابو كريم؟ يعني تلقح علي كلام عشان نسواني خلعوني؟ ولا يا بلال، الله يسامحك، ليش فهمتها هيك؟
ما فهمتها ولا ما فهمتها بكفيني هلا برهم علي الله يرضى عليكم والقعدة هاي مش قاعدة معاكم خليكم لحالكم ليش ازعلك والله اتركون لا حول ولا قوة الا بالله تعرف ابو كريم صاير حساس كثير زيادة عن اللزوم بلال شو ماله عاد كلامنا ما في اشي ايش افلاطون مالك اتركها لله يا رجال سامحني جمال سامحني خلاص انا سبب سامحني يا زلمه ليش بتبكي قطعت لي قلبي عن اذنك بدي اروح مشوار وبرجع يلا فكني فكني بدي المس تراب اخوي فكني مشان الله راح اخذ لك حقك أقول لك حقك وعد مني أنا السبب يا رب يا رب سامحني بس بدي سامحني يا رب اغفر له قل له ذنبه يا رب يا رب يا رب أنا السبب سامحني يا رب بس لفقحها سنعدك يا ويلي يا نصار رح يجي يوم والمصاري تصير تشتي عليك شتا بالكوام والله نيالك والله نصار مش تنساني اوعى وال مش عيب انت عارفني لا في انا اللي عارفك وجهك قفاك واحد معناته الالبوم الجاي على حسابك ابشر غبرة بس يا نصار ما تنسى لنا اجار الرفقاء والاسياد بلاش يزعلوا منا هذا الثاني صحيح شيخ عمران بالمناسبه هذول الرفقاء والاسياد جباتك هذول كيف تشتغل معاهم لا ساعه ولا راتب شهري لا ساعه ولا راتب شهري هذول يا اما فزعه يا بقربون زين والله انك مسقع وجه انت وياه الله سلمتنا شيخ عمران شكرا انتم الرفقاء والرفقاء وانتم فكرك يا آدم تكون معلي توفت والله زيارته مش لله هو قال لي انه في الآونة الأخيرة كانت تعبانة الله يختر لها الأفضل الله يعينه ويعينه يا رب والله الله يعينه نص عليك يا آدم ما تفرح كثير دقاش شو اللي بدك إياه؟ هن علينا بسيجارة والله الواحد مخنوق شو رأيك بارقيلة أحسن لك؟ أنت وكرمك سعيد أفندي دقاش اعقل أحسن لك شو راح يصير لي يعني؟ راح انسخت اكثر من قرد وقاعد جوا قفص اكثر من هيك في قرود معلقه من رجليها لا باي ماليش مصلحه زي افندي ماليش مصلحه بالمره خلاص سكتنا سميح انت لازم ترد علي ليش انت جكر هيك هذا الولد مش منيح ما تلعب معاه انت مش فاهم اشي اصلا انا اشطر منك بالمدرسه شو دخل انا اخوك الكبير وانت لازم ترد علي ازعلش مني يا جمال بس انا ما بحب حدا يتدخل فيي انا مش زعلان منك يا سميح انت اخوي الصغير وانا بتحمله Thank you.
نصار نصار اسم الله عليك. ايش في؟ ليش حاط اصبعك في تمك؟ هالسيجار مش اصبع. لا ما كنتش عارف انا. انا عارف. الله يسامحك، ليش ما خليتني اكمل حلمي؟ ضحكني والله يا نصار. مساء الخير شباب. شويش عيون الشويش نزيل جديد عوني. ميت اهلا وسهلا، شرفه. ديروا بالكم عليه، ما بدنا اي مشكله. اعتبروا حاطه في عيوني. الله معك، مع السلامه. اهلا وسهلا وشرفت، راح احطك في عيني واحلى سرير لعيونك. شو هاي ما فهمتهاش؟ فوق. ايه يا عوني، انت ضيف، شو اللي براسك هناك؟ لا تحلم انت عمو، هذا اتخذ له اصحابه وراجعين عليه. يا شباب الله يرضى عليكم، دبروا لي اياه، روحي طالعه. يلا روحوا خذوه. دبروا دبروا. عم بزيم واحد بكم. يا زمان تحيا نادي يا نحن. يا زينا تحيا نادي يا ضبع الزمان. تفضل تفضل. اهلا وسهلا. هاي احلى شبشب. هاي احلى منشفه. وهاي احلى سيجاره. خمس سجاير. واي احلى خمس سجاير بس هيك. وكاسة شاي على راسي بس الحساب معاك من هلا الصبح. وكاش حبيبي انت. شيخ عمران صار عندك اي شيء بتحتاجه، اي شيء بده يصير او ممكن يصير انا جاهز. شو اللي بيصير؟ والله ماني فاهم، كأني بتفرج على فيلم مش على واقع. اللي بعيش يا ما بيشوف يا أبو كريم، فما بالك وانت عايش بعنبر؟ وما بالك باللي العنبر عايش فيه حتى بعد ما يطلع، كيف بده يتنفس الحرية؟ خلص يا جماعة، كل واحد فينا همه أكثر من الثاني. علم جهاد، افتح الراديو بلكي في أغنية هيك تفرح القلب. الراديو ما اظن يجيبه. لا هشام، هشام حركها من عندك. يلا عم ابو كريم حركها من عندك، اعمل لك شغله تحرك هالشباب. ابشر عم ابو كريم. يا هشام ها ايوه شوفوا عشان بدنا فيها يا قص. شيلوا هالبشار، شيلوا هالبشار. يا زحاف يا زلمه جوالك. يا زحاف يا اخي وقتكم تهني مبروك، وما حدا يخرب الحفله. يا شباب صحوا ودفينا لدم قلبي. يابا يابا ده ايوه. يلا يا هشام ha ha ha.
جهزي حالك بكره المساء، عندنا طلع على اسبانيا. انا بتفائل فيك كثير، عندي صفقه بيت بركي لي اياها. انا دائما جاهزه، عمري تاخرت عليك؟ هاي بصحة اسبانيا والصفقة بصحة احلى مدير التسويق. بلال شو في؟ شو مالك يا رجل؟ ما تشد على حالك، المهم صحتك. مش قادر يا ابو كريم، مش قادر. قلت البس الجوكر، مش قادر يا ابو كريم، مش قادر اسيطر على حالي، مش ظابطه معي يا ابو كريم، مش قادر. اتركني بحالي يا ابو كريم، اتركني بحالي، الله يرضى عليك، اتركوني بحالي، اتركوني بحالي، اتركوني بحالي. لا حول ولا قوة الا بالله. انا خايف، انت مبسطين، انا ما بدي اموت. روح. انا بقولك روح. ولك حل عني. بقولك اطلع مني. انا شو عامل؟ زهقتك، ما بدي اشوفك. ولك اطلع. يلا يا هلا بيك بالعنبر اللي جوا، اللي هو مراي من السجن اللي برا. تعالوا دوق طعم الحياة المرة، ما حتشوف النور عنا مسودة بالمرة. من ورا مجتمع فاسد، كمان ضميره فاقد، اللي لبعضه حاسد وعلى الخير سادد. مال الفقير سارق والمسكين ساكت، بالغصب الكبير صادق. بدهاش لك تعجل، افتح مدرسة بسكر سجن. الإنسان عندكم أرخص من الفجل. عفكرة المسجون زي المش مسجون، زي ما في حرامي برا في حرامي هون. في الشهم في النتل في المظلوم، في الظالم في القاتل في المجنون، في العاقل في الخاين في المدعوم. اسمع هيو عام بارجيم هون، ما حدا
بنولد من بطن ام عاطل يخلف على المجتمع اللي خلى الحال مايل انا المسجون زمان زي الطير طاير بحريه وهسه بالعمر مكسور الخاطر ما حدا بنولد من بطن ام عاطل يخلف على المجتمع اللي خلى الحال مايل انا المسجون زمان زي الطير طاير بحريه وهسه بالعمر مكسور الخاطر